عهد أنتم وقلوب للرحمات، بشر تدفعني طيبتهم ليحلق في دفء النظرات، وأرى أرواحا مذهلة تقتسم البسمة والعبرات، قوم عظماؤك كعبتي. وأن أتوجه بخالص الشكر لمن كان سببا في تواجدي معكم الأستاذ ياسر. شكرا لكم أستاذ ياسر، وتحية لبعض الوجوه الطيبة التي أعرفها، أستاذ نور الدين صديقي وزميلي، وإلى جميع الحضور الكرام. حين عرض علي موضوع المشاركة معكم يعني ترددت في اختيار الموضوع، وحاولت أن أكون ملتزما شيئا ما بما تعودنا عليه، الصرامة العلمية، أو إلى حد ما نحاول أن نكون صارمين مع أنفسنا وأن نلتزم بالعنوان. العنوان كما عنوان الندوة بشكل عام يبدو، وكما قرأت قبل قليل في الدباجة، يعني دراسة مقارنة. نحن نحاول أن نقارب ونقارب بين ونقارن بين منظومتين، بين منظومتين قانونيتين، بين تقليدين قانونيين في موضوع سيرينتيماتيك، أو حول موضوع غاية في الأهمية الآن. ولذلك قبل أن أدخل مباشرة في موضوعي، اسمحوا لي أن أورد جملة من الملاحظات الإبستيمولوجية التي أراها مهمة في التحضير وفي بناء تناول هكذا موضوع. أولا، الكثيرون وخاصة عند الآخرين، مش عندنا احنا، لأننا أحيانا وأقولها بكل أسف مغيبين في بعض النقاشات، يتحدثون عن أزمة الأفكار الكبرى، الأفكار لي دي انسبيراتور كما في القرون السابقة، التي تمكن البشر من التعامل مع عالم تغير وتطور وتعقد بشكل كبير جدا. بعضهم يعلن حتى فكرة لابان دافنير، عطالة المستقبل، وكأن المستقبل توقف لأن الإنسان البشر أصبح عاجزا على أن يعني ينتج أفكارا كبيرة تخلص البشر من أزمات كثيرة. وانظروا ما يجري في أوروبا هذه الأيام، تجدون مؤشرات كثيرة على هذا الأمر. لذلك في مقابل هذا الطرح يطرح بعضهم ربطا بالموضوع مقولة حقوق الإنسان as a paradigm، كباراداي، كمنظور، كنظرية كبرى، ربما هي الآن الوحيدة التي لديها القدرة على التعامل وعلى تأدية الوظيفة اللصيقة بمفهوم البارادايم كما حددها صاحب مصطلح البارادايم اللي هو توماس كاهن، بمعنى نظرية، فكرة شاملة شمولية، قد تكون أيديولوجية، قد تكون مذهب، قد تكون تقليد فكري ما، لديه القدرة على l'interprétation du monde politico-historique. اقتبس جملة لتوماس كاهن كما قال، يعني النظر وتفسير وإعطاء تفاسير للحياة في كل أبعادها. البعض يقول في مقابل أطروحة نهاية الأفكار الكبرى، لا، كاين الحقوق، حقوق الإنسان التي هي الآن عند بعضهم the only paradigm في هذا الوقت، البارادايم الوحيد الذي يؤدي الوظيفة الكامية كما قلت قبل قليل. ثاني ملاحظة، طبعا لماذا؟ لأنه في النقاشات الفكرية في مرحلة ما بعد الوضعية، والتي تعلي وتقدم وتدفع بالعناصر غير المادية، غير المادية في تحليل حياة البشر والإنسان، طبعا
طبعا حقوق الإنسان تؤدي بشكل كبير هذا الأمر. ثاني ملاحظة، هناك مفارقة واضحة في هذا البارادايم، مبدأه ومنتهاه، منطلقه وهدفه، مصدره وغايته هي الإنسان لا تريمان. لذلك نحن نتكلم على حقوق إنسان. في خلاف عن الأيديولوجيا الليبرالية تتكلم عن الفرد الانديفيديو، أو الأيديولوجيا الاشتراكية التي تتكلم عن الجروب الجماعة الانصامبل، لا، هناك عودة إلى الإنسان. هذا يجعلنا مرتاحين كمسلمين على أساس أنني أعتقد بأن الفرق بين ما لدينا وبين هذه الأيديولوجيات أن هو هذا بالذات الذي يركز على الفرد والذي يركز على لا المجموعة. نحن أعتقد فيما أزعمه أن لدينا رسالة تركز على الإنسان فردا كان أم مضمونا إلى آخرين فيصبح جماعة ودولة وأمة إلى البشرية والعالم بشكل كامل. ومع ذلك لم يحسن النقاش إلى الآن. وقبل قليل كنت أسمع بكل محبة وأستفيد من المداخلات التي كانت قبلي، لم يحسن هذا النقاش حول ما إذا كانت منظومة حقوق الإنسان كما نعرفها في مختلف أبعادها وكما سنرى في الموضوع الذي نحن بصدده الآن في النزاعات الدولية، لم يحسن موضوع أو النقاش حول ما إذا كانت منظومة حقوق الإنسان الموجودة نشأت نشأة تعاقدية أم نشأة حضارية. بمعنى نشأت تعاقدا بين مختلفين في سياقات دولية معينة، والمؤشر والدليل والحجة أن مصادر القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو هي اتفاقيات أطرافها دول من حضارات وثقافات مختلفة، وإن كان الكلام هذا فيه كثير لأنه قضية لاباريتي ما كانتش موجودة آنذاك على أساس أن الدورة الحضارية كما يقول ابن خلدون وكما يقول قبله أرسطو وكما يقول بعدهما مالك بن نبي فعلت فعلها فجعلتهم في موقع يمكنهم أن يعلوا صوتهم وأن يملوا، وكنا في موقع وكانت شعوب أخرى حتى من خير المسلمين في موقع آخر ما كان بإمكانها إلا في أفضل الحالات أن تحضر شكلا، أن تقول كلمة ثم تمضي يسمع لك ويسجل أنك قلت. في المحاضر نتاع مثلا الأمم المتحدة السعودية كانت موجودة ومصر كانت موجودة، ولكن الوثيقة يعني وضعت من قبل ثلاثة في يالطا بين تشرشل وستالين ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية روزفلت. ثلاثة حتى الفرنسيين منعوا من أن يحضر ما شاركوش، وزيتي محتلين وكذا هذا ما عندكمش، هذه عقدة الفرنسيين في هذا الأمر أيضا. إذن هذا النقاش غير محسوم الآن، ولكن خليني أقول أنا لست هنا، وإن كانت هذه راح تكون ملاحظة الرابعة، لست هنا هو على الأقل بكل تواضع ومحبة أنا لا أفضل أن نأتي لمناقشة هكذا مواضيع عالمية ومعولمة بنظرة أو بمقاربة دوغماتية. الدوغماتية التي تفترض أنني نجي هنا لنقول إحنا سبقناهم وإحنا كذا وإحنا خير منهم وإحنا أفضل منهم وإحنا شعب الله المختار وإحنا كي كنا وإحنا لا يا سامحني، لأن هذا الموضوع بالذات في مواضيع أخرى بتات، هذا الموضوع بالذات علينا أن نكون واحد متواضعين واثنين حذرين وثلاثة أذكياء ويقظين ونحن نتحدث، لأن الخطاب ما هوش بنادم. أنا جاي نقارن بين الهدي النبوي ومواثيق والمواثيق الدولية، والمواثيق الدولية معناها الآخرين اللي حطوها، نجي نقول والله الخدمة اللي دارت كامل منذ
منذ ما فعله السويسري بالنسبة لي العظيم، أنا أقول هذا هنري دونالد الذي أسس فيما بعد المنظمة الدولية للصليب الأحمر، وتعرفوا قصته. القانون الدولي الإنساني بدأ في معركة أو بعد معركة حدثت بين نابليون الثالث والجيش النمساوي، وكان هذا سويسريا ولاحظ الفظاعات، كان فوق ربوة شاف فظاعات ما حدث في تلك المعركة، فتدخل رغم كل شيء وقرر أن يخرج الجرحى والقتلى والكذا ويقدم المساعدة لمن كانوا هناك في تلك الفترة. ثم فعل شيئا كبيرا مع مجموعة أخرى واقترح على الأوروبيين، وكانت الحروب طاحنة آنذاك، حروب الدول الإمبراطورية، الحروب الدينية آنذاك في أوروبا كانت طاحنة جدا، واقترح عليهم أنه خلوا نديروا قواعد احترموها في التعامل مع على الأقل الجرحى والكذا والمدنيين في الأمر هذا. ومشات الأمور، لا يمكن أنا كإنسان أن أقول أن دونالد هذا مذرول، لا ده. وأنا آتي هنا من منطلق أننا كمسلمين نحن جزء من هذه البشرية، نحن لسنا كل الإنسانية، نحن جزء مهم، لدينا إسهامنا العظيم في الميراث الإنساني، ولكن لا يمكن أن نأتي في هكذا مواضيع بالذات لنقول بأننا نلغي ما قال ما فعله الآخرين، وخاصة وإحنا خلينا نقولوها رانا في دورة ما راناش في هذاك الموقع اللي خلينا عندنا أرضية صحيحة نتكلموا عليها بهذا المنطلق هذا. ثلاثة، إبستيمولوجيا أجد أنه من الأمانة العلمية القول بأن المقارنة، وهذه ملاحظة وليأخذها الزملاء والإخوة المنظمين بكل محبة، المقارنة بين الهدي النبوي الشريف والمواثيق الدولية في هذا الموضوع قد لا تحقق بعض ضوابط المقارنة العلمية. والأدق ربما أن نقارن كما قدمت في مقترحي بين المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية باعتبارها قواعد قانونية تعتبر السنة النبوية إحدى مصادرها. في المقارنة العلمية يلزمك أمران: متغير مقارنة (variable de comparaison) ومؤشرات متغير مقارنة (les indices de variable de comparaison). العنوان هذا يقارن بين مصدر قانون أو منظومة قانونية أو تقليد قانوني اللي هو الشريعة الإسلامية وبين قوانين، وهذا لا يصح بكل محبة والأمر متروك للنقاش أيضا. رابعا، كما قلت قبل قليل ربما لن يكون من المفيد في هذا الموضوع بالضبط أن نأتي إليه بمقاربة دوغماتية. المقاربة الدوغماتية التي تقول أو اللي تخليك تأتي إلى الموضوع بقناعة محملا بقناعات سابقة تعتقد يقينا أنها الحقيقة ودونها الخطأ والنقصان، وترى من خلالها كل شيء أو لا شيء، ثم لا تقبل نقاشا بشأنها، وهذا المشكل، هذا هو المشكل، ولا جدلا حيالها. عندنا مشكلة، احنا مشكلة النقاش المحرم، عندنا احنا مشكلة النقاش المحرم هذا اللي يجب أن على الأقل أنا كي كنت نقول الكلام هذا نقوله داخل الأوساط الأكاديمية، فأقول أنه في الجامعة في الأوساط الأكاديمية كاينش حاجة اسمها نقاش محرم. خليكم تروحوا المقترب العلمي يخلينا من المفروض نتبنى مقاربة نقدية، نابروش كريتيك، تفترض بأن الحقيقة شيء موجود ونحن نبحث عنه باستمرار، وتخليني نجي بالمقارنة مع الدوغماتي اللي جايب حاجة وحاط باللي هذه هي الصح والباقي كل لا. تخليني نفترض بأنه لا، أنا لدي الحق في أن أنتقد ما لدى الآخر،
والآخر يجب أن أقبل بأن ينتقد ما لدي، والأهم كي نعودوا هكذا مع بعضنا وما عندناش واحد من هذوك نقبلوا يكون عندنا الاستعداد للأوتوكريتيك، أن ننتقد أو أن نفتح النقاش على ما عندنا ونطرحه للنقاش للمداولة للتاز والأنتيتاز والكذا، ولنصل إلى بعض الأشياء ونقول أنها ما كانت صحيحة في وقتها في سياقاتها. انتهت موضوع الاسترقاق مع كل الاحترام لشيخنا الكريم، كان موجودا كان ثابتا لكن انتهى، لأنه الآن هناك إجماع بعد الزمن للطوم والكذا، كل الأمة الآن إلا بعض لا أدري كيفاش نسميهم خلاص واقع الإجماع على أن هذا الأمر أصبح شيئا مقيتا وشيئا كذا وشيئا جوسيبا. في الممارسة كان موجود في فترة معينة لظروف اجتماعية واقتصادية، وقد نبدأ في التحليل ولا ننتهي، ولكن انتهت الأمور ويجب أن تنتهي، ويجب أن إذن لوتو كريتيك أيضا. وسأقول الأمر في بعض المؤشرات في موضوع حماية الأطفال، وآخر حاجة هي لماذا اخترت هذا الموضوع بالذات، نتعامل معها بطريقة تفيد حين تكون لدينا هذه أيضا الروح النقدية، موش للآخر فقط وموش لتقبل أن الآخر لديه الحق في أن يفعل معنا ما نفعله نحن معه، إنما حتى مع أنفسنا، اللي مليح مليح واللي مش مليح مش مليح، التقليد اللي كان لاباس نحافظوا عليه ونكملوا به ونطوروا فيه، والممارسة اللي كانت والله حتى المنطلق اللي كان اللي أثبتت الأيام عدم صوابيته، نمشي قدام ويمكن أن نعدله نصلحه نغيره حتى. لمن خاصة وأنه علاه نقول الأمر هذا، أنا في تحضيري لهذه الورقة لاحظت أن هناك إقبال، وما كانش الوقت الأستاذ ياسر على بال واحد الالتزامات خانقة اليوم هذه، ولكن كاين كم هائل من الدراسات والتقارير عند المنظمات التي تعنى بهذا الموضوع في الانتباه والدفع والقول بأننا يجب أن نناقش المسلمين وأن نعرف ما لدى المسلمين في قضية حقوق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة لسبب بسيط، لأنه الفترة اللي عدت كما تعلم 20 سنة 30 سنة 34 سنة منذ التسعينيات 82% من النزاعات المسلحة في العالم على أراضي المسلمين. لأنه الآن سأعطيكم الإحصائيات رهيبة، ضحايا والانتهاكات في موضوع حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، التقارير نتاع اليونيسف الأخيرة في السنوات الأخيرة نحيو حكاية أوكرانيا مؤخرا، كلها الأربع حالات الأولى كلها دول بكل أسف دول مسلمة، أفغانستان، اليمن، سوريا، العراق وليبيا. هاد الناس هادو واش لاحظوا؟ وهؤلاء يعملون الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمات كثيرة جدا تعمل في الشأن الإنساني. وهنا أختلف فقط مع الدكتور مع زميلي حين قال أنه لا، الحرب بين دول فقط لا، كاين اللي قال إيطاتيك كاين اللي قال نون إيطاتيك، كاين الآن إشكال هذا لازم نجتهدوا فيه، هذا المطروح الآن. هذه كلاسيكيات الحرب بين دول انتهت في الحرب العالمية الثانية وبالك في التسعينيات. أما معظم الحروب الآن الموجودة إما بين طرفين ماهمش دولتين، أو بين دولة أو بين طرف غير دولة، بالتالي القواعد اللي كانت كما راح نشوفوا فيما بعد في جنيف الأربع، اتفاقية جنيف الأربع والبروتوكولين اللي وراهم و و و و فيه إرباك أنت تتعامل مع كيان نون إيطاتيك، لا ريسبونسابيليتي ولا ريبريزونتاتيفيتي ولا جو سي با كوا ولا كذا اللي تخلي تتعامل مع دولة ما كانش مع تنظيم إرهاب. وكاين مكافحة الإرهاب، أنا سامحوني نقولها، الحرب على الإرهاب موجودة. الشيخ أبو سليماني رحمة الله عليه وهو من تعرفون، أنا غريب أني نسمع هكذا، ومؤسس هذا الشيء هذا الآن الشيخ الدبيع ذبح من هؤلاء. كيف نقول ما كانش الحرب على الإرهاب؟ كاين إنه إفو فار أتونسيون لما نقوله، لأنه
هي أمور الآن مع الميديا ومع الكذا تروح والدين وقال جوسيب. نو، نحن دولة دفعنا ثمنا باهظا في هذا الجانب هذا، وأمتنا هي أكبر ضحية لهؤلاء. الآن كيفاش ولانستريمونتاليزاسيون والناس تستعملهم وباش تدير وباش تكسر وتفكك وتحرف وتقلبها وتديها من إلى وتوظف ناس، هذا موضوع ثاني. أما كاين الناس خرجوا على وفعلوا بالأمة قبل أن يفعلوا بغيرها الأفاعيل، وأصبحوا أدوات في يد ناس من أجل أن ومن أجل أن، فهذا واقع وما حكاولناش عليه. عشناه أنا الوالدة الله يحفظها، كانت عليا ثلاث أيام كي كنا نجوا من مسكيك باش نقراو هنايا، كاش التليفون الوقت هذاك وكذا، ما عيطش ثلاث أيام كذايا، حطت باللي جو سي با حنا عشناه. ثم تجي تقول لي ما كانش وكذايا، لا استعمل كغطاء لسياسات أخرى، نعم، أما ما كانش. قلت هؤلاء لديهم الآن إقبال كبير جدا ودفع قوي جدا نحو، لازم نفهموا هذه المنطقة هذه، لأنه لاحظوا بأن هذه الحروب هذه والانتهاكات كما راح نقولوا في هذه المناطق، ولاحظوا بأن معظم هذه الكيانات الجديدة تدعي تنتسب في الغالب زورا إلى هذا الدين، إلى هذا الإسلام، وأن هذه الشعوب ما زالت تحترم دينها، وبالتالي لا ريليجيون إيت ريفيرونسييل داكسيون عندهم، مرجعية للعمل. قال لك خصنا نشوفوا، والأخطر أني واش الأخطر الذي يدمي القلب، أني نلقى ساعات هما يتكلموا مع هؤلاء يقولوا لهم كيف ديروا هذه الأشياء هذه، ودينكم فيما وجدنا حين درسنا أشياء تحرم كذا وتقول كذا، وهي أقرب للقوانين الدولية من مما كنا نعتقد. سي بور سا أنا يبدو لي المنهج في تناول هذا الموضوع وفي مخاطبة الآخرين في الفترة هذه بالذات يجب أن يكون منهجا عقلانيا رصينا منفتحا ومتفتحا أيضا، وليس كما قلت منهجا دوغماتيا قد لا يفيد. الآن أحييكم على اختيار هذا الموضوع، لأنه هناك الآن عمل كبير. المشكلة تاعنا أنه أحيانا نحن لا ندرك أو لا ننتبه كثيرا لما يجري عند الآخرين. فيه اشتغال كبير جدا على تعديل ومراجعة وإطراء القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والفرق بينهما أن الأول يعنى بحماية الأفراد أثناء النزاعات، الثاني أثناء السلم مش فقط الحرب، كما قلت لأسباب كثيرة، من بينها كما قلت أن شكل الحروب، الطرف الحروب تغير في 30 سنة الماضية، ما عادت ما توافقت عليه الأمم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي في تلك المواثيق وقبلها في مواثيق أخرى، ما عادت قادرة كلية، لا أقول أنها غير قادرة، على التعامل مع واقع يبدو أنه أفرز وقائع تجاوزتها بكثير. أحد الفقهاء يقول أنه الواقع أكبر من النصوص، وهذا صحيح. سيبورسا القوانين دائما تتطور وتتقدم، لذلك يجب أن ننتبه وأن نحاول الإسهام في هذه النقاشات، طبعا من منطلق ما لدينا. هذه فرصة حقيقية وثمينة، لأن نقول أن في رأس مالنا الديني والثقافي والكذا أشياء وأفكار و يمكن أن تسهم في هذا الجهد الآن الموجود لدى أطراف كثيرة من أجل التقدم على هذا الصعيد، وبذلك تتأكد كما قلت قبل قليل أن نحن أمة جزء من هذه الإنسانية، نسهم مع الآخرين في ما يحقق لها سلمها وأمنها ورقيها ويبعد عنها الكوارث والمصائب. لماذا أيضا؟ لأن البشرية ليست بخير في هذا الموضوع. حين أتكلم على موضوع حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة
وأحاول أن أقارن فيما بعد بطريقة مبسطة وليست عميقة لأني لست مختصا في الشريعة، أنا أخذ ما هو موجود فقط. الأرقام والمنهج الأمريكي الأرقام لا تكذب، وخلي نقول واش تقول الأطراف المؤسسية موش الأطراف اللي منا ومن تقرير اليونيسف، كي نقولوا اليونيسف منظمة الأمم المتحدة للطفولة، هادو ناس يشتغلوا أيضا ومن بينهم مسلمين يشتغلوا أيضا، لأنه ساعات إحنا كي نقولوا كي نتكلموا على اليونيسف والأمم المتحدة تجي النظرة هكا عند الناس باللي هادو لا لا، التقرير هذا مساهم فيه أسماء عربية وأسماء مسلمة خدموا في لوتيران تاع دول كذا، لأنه يحتاج الأحمد ونور الدين والسعيد باش يمشي اليمن وباش يمشي، سي با روبيرو جاكو هانس فقط كيما نتصور. لاحظوا ماذا تقول الأرقام، بين هذا التقرير تاع نشر في 28 جوان 22، يعني قبل شهرين أو ثلاث، لا لا أكثر، ثلاثة أربع أشهر فقط. بين 2016 و 2020 أو موين في المتوسط 71 انتهاك جسيم فيولاسيون غراف فيريفي، يعني تم التثبت منه، لأنه هذه موضوع أيضا أساسي، كاين أشياء ما تقدرش توصل بها وسأقول. تم ارتكابها ضد الأطفال، لاحظوا كل يوم شاك جور انتهاك جسيم، مش حاجة خفيفة، وانتهاك فيريفي يعني تم الوصول إليه، وليس الأشياء التي، ويقول التقرير بأن هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن الواقع نظرا لأسباب لا أونت، الحشمة والكذايا في بعض الأشياء اللي راح نقولوها الآن، لانسيكوريتي تاع المناطق هذيك، عدم القدرة على الوصول، التهديد أنك لو كان تقول، ففي أشياء معينة، ولكن 71 انتهاك جسيم ضد الأطفال يوميا من 2016 إلى 2020 في هذه الدراسة اللي قامت بها اليونيسف. في أكثر من، لاحظوا معي، 30 وضعية صراع مسلح في أفريقيا، في آسيا، في الشرق الأوسط، وفي أمريكا اللاتينية. طبعاً قلت هذه الأرقام كما يقول التقرير بعيدة عن الحقيقة نظراً لما قلت، وهذا التقرير هذا اللي اسمه تقدروا توجدوه على النت، اسمه 25 years of children an armed conflict taking action for protect children in war، 25 سنة من الأطفال والنزاعات المسلحة، ولو ان بلون دو ترافاي اقترحوه على الأمم المتحدة لأجل التخفيف من هذا الواقع. يقول التقرير، نرجع للأرقام، بين 2005 و 2020 104,000 و 100 طفل ont été tués، قتلوا 104,000 طفل قتل أو أعيق تماما في هذه الحروب، أكثر من 93,000 طفل تم تجنيده، راح نتكلم على قضية التجنيد هذه ونشوفه أيضا في الشريعة وفي المواثيق أيضا في هذه النزاعات من قبل الأطراف المختلفة، ليس أقل من 25,700 طفل تم خطفه أو اختطافه، 25,700 طفل تم اختطافه من قبل أطراف النزاعات. الأطراف الموجودة في النزاعات، يتكلموا الأطراف لي بارتي، بمعنى مش دول الآن، تعرفوا باللي ما عادتش دول تقريبا، تم أو فعلت أو مارست الاغتصاب أو الزواج بالعنف والإكراه أو الاستغلال الجنسي أو أشكال أخرى خطيرة
من العنف الجنسي على ما لا يقل على 14,200 طفل. 14,200 enfants. الأمم المتحدة اليونيسف أحصت أكثر من 13,900 حادثة واعتداء على ليزيكول المدارس، وراح نقولوا فيما بعد وربطا أيضا بالمدرسة، حق الطفل في أن يتعلم ويستمر في حقه، لأنه ما يتعلمش ويوقف تصير الكارثة كما في العراق الآن. العراق أنا قبل أيام كنت في ملتقى في تونس يحدثونني عن أرقام مخيفة في العراق. العراق اللي في الثمانينات كان في الأرقام أول دولة عربية في الأمر هذا، يحدثونك عن سيء قادم إلى العراق نتيجة أنه في 15 سنة هذه دمر التعليم والعراقي ما كانش يروح وبشكل ممنهج. حتى المعلمين، كاين أستاذ كان يقول لي 3 سنين هم يقول لي قعد في الدار ما تجيش، لا بي تاعك توصلك، مهم ما يقعش، مهم تصرى واحد الجيب فجوة كبيرة عن جيل كامل. الجيل هذاك الله أعلم لما ما الذي يعد أو ما الذي يعدونه ليفعله قريبا أو مستقبلا، لا أدري. أسئلة؟ طبعا سأتوقف هنا. طبعا وراء كل هذه الأرقام كاين هذه أرقام، ولكن كاين الأشياء الذي لا يوصف بالأرقام. كاين أطفال، كاين دي غارسون، كاين دي في فتيات صبيان سرقت طفولتهم، كاين أحلام دمرت تماما، كاين فظاعات ارتكبت بحيث أنه القدرة على تجاوزها فيما بعد لإعادة بناء الإنسان، طفل هذاك باش يكون إنسان سوي قادر يكون احتمالها ضعيف جدا، خاصة اللي تعرضوا لانتهاكات من نوع معين. كاين عائلات وجماعات في كوميونتي مزقت وبهذه العنف، بهذا العنف وهذا لي سوفرانس، هذا المعاناة هذه. لذلك أعتقد بأن موضوعكم رائع جدا، ويجب أن نتحدث على هذا الأمر، لأن الجميع يتحدث عليه، لأن الجميع يتحدث عليه. إذا عدت الآن إلى المقارنة، وما هيش بسيطة، هو يبدو لي دائما المشكلة تاع الوقت هذه موجودة، خلاص راح نعطي العناوين إذا وما نروحش. الورقة هذه كانت تهدف إلى بيان كيفية حماية الأطفال في النزاعات المسلحة من خلال عقد مقارنة بسيطة بين قواعد القانون الدولي الإنساني بين قوسين توجور الذي يعنى بحماية الأفراد أثناء النزاعات والحروب وأحكام الشريعة الإسلامية، طبعا ببيان أوجه التقارب وبعض أوجه الاختلاف بين المنظومين أو النظامين القانونين والمجالات التي تحتاج إلى التوضيح. وهذا عمل المختصين، وهذا أيضا عملنا، لأنه الانترلوكيتور هي موجود، لازم هنا أيضا يكونوا ناس على مستوى معين قادرين على هذا الأمر. ولما نتعمقوا سنجد بأنه والله الأمور ما هيش بعيدة بزاف، ما يجمعنا كإنسانية في الأمور هذه، لأنه حقوق الإنسان شيء تاع فطرة، ما راحش يجي هذاك يقول لك حاجة يقول لك الطفل لا لازمه كذا ولا جامي امبوسيبل، لكن يتطلب كما قلت التعامل بطريقة معينة. الأطفال يتحملون الفرضية الآن كلفة بشرية غير متناسبة من جراء النزاعات المسلحة التي تدور رحاها اليوم، لأن القوانين التي تهدف إلى حمايتهم من أسوأ التجاوزات التي تقع في الحرب غالباً ما تخفق في ذلك. أنا كنت راح خلاص أعطيني دقيقتين ما راحش نعود نشوف واحد دقيقتين أو دقيقة. كنت سأعقد مقارنة بين النظامين
بالمتغيرات. المقارنة كما قلت قبل قليل هي متغيرات مقارنة بأربعة متغيرات أساسية هي التي يشتغل عليها الآن من يتصدى إلى هذا الموضوع في مواقع المنظمات الدولية والمهتمين بهذا الأمر. المتغيرات هي المسائل المتعلقة ب المسائل المتعلقة بالتعريف والتجنيد والمسؤولية الجنائية. تعريف الطفل هنا وهنا، من هو الطفل الذي يجب أن يحمى؟ وهنا قلنا باللي في القانون الدولي 15-16 في الشريعة الإسلامية أيضا كاين روايات تقول بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام رفض أن يشرك بعض الذين جاءوا وهم في سن 14 أو 15، ويمكن أن نعقد هذه ونجد بأنه الأمور متقاربة جدا، وإن كان رفعت الآن إلى سن 18. ثم لدينا مواضيع والمتغيرة الثانية هي السن القانونية للتجنيد، لأن الأطفال مش فقط ضحايا كما قلنا في مواضيع معينة، ويجب أن توفر لهم الحماية طالما أنهم أطفال في سن معينة، إنما هم ضحايا إذن حين يجندون. إذن السؤال الكبير، متى يمكن أن يجند أو أن يبدأ التجنيد؟ متى لا يسمح الحد للسؤال اللي لا يمكن أن نسمح به؟ في الشريعة هناك أجوبة، في القانون الدولي هناك أجوبة، أكاد أقول أنها متطابقة هنا، متطابقة. طبعا في تحديد السن عندنا احنا شويه في المذاهب، الحلم ما الحلم وكذا، وبين البنات والذكور. المتغيره الثالثه هي السن الدنيا للمسؤوليه الجنائيه، بمعنى ان الطفل اذا شارك كمجند وارتكب وحكم، فما هي السن الدنيا التي تجعل المحاكم تتصرف مع الطفل على اساس انه جاني، على أساس أنه مرتكب، ومع ذلك يجب أن يعني يشعر أو بحماية معينة. وأخيرا الأطفال محرومين من حرياتهم، وفي النهاية موضوع الحصول على التعليم، وهذه موجودة على كل حال في تراثنا، في الهدي النبوي، في الممارسات. ذكر الدكتور قبل قليل شيء رائع جدا، انه صلاح الدين الايوبي حين لم يستطع ان يلبي حاجه الاسرى في الاكل، ذكرت قبل قليل انه روايات تقول بان الرسول عليه الصلاه والسلام رفض تجنيد من هو دون 15. في أشياء كثيرة جدا موجودة عندنا تتطلب الاشتغال عليها بطريقة جدية، تقديمها في أطر قانونية والتحاور بشأنها ومناقشتها مع الآخرين. لأن هذه جملة الأخيرة، ما يجمعنا كبشرية كإنسانية في هذا الموضوع أكثر بكثير مما يفرقنا. أشكركم على حسن إصغائكم وأستسمحكم الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله. إنسانيون بلا حد أنتم وقلوب للرحمات، بشر تدفعني طيبتهم ليحلي